وقد انصبت الدراسات الفقهية بالأساس على المذهب المالكي الذي شكل خلال القرون الماضية المصدر الأساسي للقوانين المعاصرة والفقه والاجتهادات القضائية الحديثة. أيها السادة الكرام، سيدي الوزير الأول، إن استحضار المكانة العلمية لبلادنا وإسهامات محاورها وعلمائها المشهود منذ قرون والمتواصل إلى هذا الوقت قد تطورت من انتخاب صاحب الفخامة محمد بن الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية، وتعزز هذا الدور وهذه المكانة، وأخذت الحكومة في تنفيذ هذا التوجه على أرض الواقع، ويمثل تفضل معالي الوزير الأول المختار بن جاي بحضوره وافتتاحه حفلنا هذا خير دليل على ذلك.